أهلا بيكم. بعد الإعلان عن وصول موديلات 2022 للسوق المحلي، قرر غبور أوتو وكيل علامة هيونداي الكورية طرح كل طرازات موديل 2022 بزيادة سعرية بتتراوح ما بين 2000 و5000 جنيه على حسب الطراز، وده تزامن مع بداية شهر أكتوبر الحالي. الزيادات دي شملت كل فئات عربيات هيونداي سواء الاس يو في او السيدان، وشملت كمان الموديلات اللي بيتم تجميعها محليا زي الالانترا الاتش دي والاكسنت الار بي، وكذلك كل الطرازات المستورده. في الفيديو ده هناخد جوله سريعه في احدث قائمه لاسعار طرازات هيونداي في مصر، واللي هنبتديها بالعربيه الاس يو في الاشهر على الاطلاق من علامه هيونداي، وهي توسان، واللي بتطرح في موديل 2022 بخمس فئات وبزياده سعريه بتوصل ل 5000 جنيه على كل فئتها، علشان تبقى أسعارها الرسمية كالآتي: الفئة الأولى سمارت بسعر 460,000، الفئة الثانية سمارت بلس بسعر 490,000، الفئة الثالثة مودرن بسعر 525,000، الفئة الرابعة أدفانسد بسعر 575,000، وأخيراً الفئة الخامسة بريميوم بسعر 615,000 جنيه. التوسان بتنزل بمحرك بسعة 1.6 لتر بتكنولوجيا السمارت ستريم مع شاحن تربو ونقل حركة ثنائي القابض دي سي تي جاف من 7 سرعات. العربية التانية اللي زادت أسعارها كانت الكريتا 2022، واللي زادت 2000 جنيه في سعر كل فئة، علشان تبقى أسعارها كالآتي: الفئة الأولى سمارت بسعر 365,000 جنيه، الفئة التانية سمارت بلس بسعر 380,000 جنيه، الفئة التالتة مودرن بسعر 405,000 جنيه، وأخيراً الفئة الرابعة ب 430,000 جنيه، مع إمكانية الحصول على سقف بلون مختلف عن لون العربية في أي فئة بزيادة 2900 جنيه على الأسعار اللي قلناها حالاً. كريتا بتطرح بمحرك 1.5 لتر ونقل حركة متغير مستمر CVT. العربية الثالثة هي الأكسنت الار بي، واللي بيتم تجميعها محلياً، وبرغم كده زادت أسعار فئتها ل 5000 جنيه عن أسعار موديلات 2021، وبكده بقت أسعار الفئات كالآتي: الفئة الأولى 221,900، الفئة الثانية 231,900، الفئة الثالثة 237,900، والفئة الرابعة 247,900، وأخيراً الفئة الخامسة ب 257,900. الأكسنت فيها محرك بسعة 1.6 لتر بتنفس طبيعي متوصل بنقل حركة أوتوماتيكي في كل فئتها، لكن الاختلاف في السعر بيكون ناتج عن الاختلاف في التجهيزات وتوفر الـ APS أو لأ. وكذلك الأكسنت الـ HCI Facelift زادت أسعار فئتها الـ 4000 جنيه، فبقت أسعارها في السوق المحلي بتبدأ من 260,000 جنيه للفئة الأولى، وفرق حوالي 20,000 جنيه علشان نوصل للفئة الثانية اللي سعرها بعد الزيادة وصل ل 280,000 جنيه، وبالمناسبة هو نفس سعر الفئة الثالثة، ولكن الفرق هيكون في توافر فتحة السقف والجنوط أو استبدالهم بالـ EPS والإيرباج على حسب رغبتك. الفئة الرابعة من أكسنت HCI بيكون سعرها بعد الزيادة 300,000 جنيه، وبتطرح بنفس المحرك الموجود في الفئات الثلاثة اللي قبلها، سعته 1.4 لتر بتنفس طبيعي مع نقل حركة أوتوماتيكي. العربية اللي بعد كده هي الإلنترا CN7، واللي بتطرح في موديل 2022 ب7 فئات مع إمكانية إضافة فرش أبيض لآخر فئتين. الإلنترا زادت أسعارها 2000 جنيه على كل فئة، علشان تبدأ أسعارها من 323,000 للفئة الأولى، 333,000 للفئة الثانية، 345,000 للفئة الثالثة، والفئة الرابعة ب 371,000، والفئة الخامسة بسعر 396,900، والفئة السادسة بسعر 433,000 جنيه مع إمكانية إضافة فرش من الجلد الأبيض مقابل زيادة إضافية قيمتها 5000 جنيه على سعر العربية. أما الفئة السابعة والأعلى تجهيزا فبتكون بسعر 493,000 جنيه، وممكن كمان مقابل 5000 جنيه زيادة تحصل على فرش بالجلد الأبيض أو وايت باك. الانترا CN7 بتطرح بمحرك بسعة 1.6 لتر ونقل حركة أوتوماتيكي. الانترا HD بتجمعها المحلي كمان زادت أسعارها 2000 جنيه على كل فئتها في موديل 2022، علشان تبقى أسعارها الرسمية كالآتي: الفئة الأولى بسعر 246,900، الفئة الثانية بسعر 253,900، الفئة الثالثة بسعر 266,900، والفئة الرابعة والأخيرة بسعر 270,900. الانترا بتنزل بمحرك بسعة 1.6 لتر بتنفس طبيعي مع نقل حركة أوتوماتيكي في كل فئتها. استعرضنا لحضراتكم في الفيديو ده وبشكل مفصل أحدث الزيادات السعرية على طرازات علامة هيونداي الكورية، واللي بتقدم في السوق المحلي من خلال وكيلها غبور أوتو. تحياتنا ليكم، ونشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.